يصادف 16 من مايو لكل سنة اليوم العالمي للضوء. عرفت دراسات الضوء تطوراً عظيماً عبر قرون طويلة، كان أولها أبحاث العالم العربي المسلم ابن الهيثم الذي يعرف بأبي البصريات، والذي لخص جل أعماله في أشهر كتاب للضوء عبر التاريخ، وهو كتاب المناظر الذي نشر في عام 1015 ميلادية، مروراً بأعمال أينشتاين في خصائص الضوء إلى اختراع الليزر في منتصف القرن العشرين، والذي بدوره خلق ثورة علمية وتكنولوجية عظيمة في كل المجالات. ماذا تعرف عن خصائص الضوء؟ وهل انتهت الأبحاث العلمية من كشف خبايا الضوء؟ يلعب الضوء دوراً محورياً في حياتنا، إذ يعد سراً من أسرار وجود الحياة من خلال عملية التركيب الضوئي، كما أن تطور التقنيات الضوئية والبصرية ساعد في إنقاذ حياة الملايين من البشر من خلال تقنيات التشخيص والعلاج بالأشعة والليزر. وفي التكنولوجيا ساهم الضوء في جعل العالم قرية صغيرة من خلال الإنترنت وتقنيات الاتصال. ويعتبر الليزر سر تطور كل التكنولوجيات الحديثة فائقة الدقة، كما ساهم العالم الجزائري نوردين مليكشي في تطوير تقنيات ليزرية على مركبة كيريوزيتي التي تسمح بدراسة مكونات سطح المريخ، بالإضافة إلى أعمال واختراعات كثيرة في استعمال الليزر في التشخيص والعلاج الطبي للأمراض العصرية المزمنة. والعلم لم يعط لنا خبايا الضوء فقط، فلقد استفدنا منه أيضاً، وأصبحنا الآن بفضله نعلم الكثير عن الكون، من العالم الذري إلى أكبر خبايا الكون السحيق، وفي الفيزياء وعلم الفلك خاصة. بفضل الليزر وخاصة إسهامات العالم أحمد زويل في دراسة الميكانيزمات الذرية السريعة جدا، أصبحنا قادرين على دراسة تفاعلات فيزيائية وكيميائية خارج الأرض في الكون. أصبحنا قادرين على فهم العلاقة بين العالم الميكروسكوبي والعالم الماكروسكوبي، من فهم كيفية وطريقة تكون جزيئات معقدة جداً خارج الأرض والتي تعتبر أصل الحياة، إلى فهم كيفية تكون الأجرام الكبيرة في الكون. كل هذا في المختبر بفضل الليزر. كيف ساهم الضوء في مجالك؟